بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، صاحب السنة المطهرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعود لنلتقي لقاءنا المعهود مع مجالس الحديث النبوي، مبادرة موفقة من وزارة الأوقاف ومن هؤلاء الأئمة الأعلام، من إخوان الذين ألتقي معهم هذا اللقاء لقراءة ديوان من دواوين السنة الصحيحة المعتمدة. وأحب قبل أن نبدأ المجلس أن أقول للحاضرين ولكل المسلمين في كل الأرض، مجالس الحديث حيث تعقد فجناب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركاته معنا، وملائكة الله تحفنا، إنها أبلغ رد على بعض السهام الطائشة التي حاول أن يتجهم أصحابها للإسلام وعلمائه وللسنة وحفاظها. فالإمام مالك وهو إمام دار الهجرة كان لا يركب الدابة في المدينة، وقال: لا أركب دابة في أرض ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد طلب منه أمير المؤمنين الخليفة أن يدون كتابا، قال: أريدك أن تجمع كتابا تتحاشى فيه شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشواذ بن مسعود، واقصد إلى أواسط العلم. فشمر إمام دار الهجرة الإمام مالك عن ساعد الجد، وكتب هذا الديوان الحافل الذي بين أيدينا الآن، يبع فيه سنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقصد إلى أواسط العلم. فلما أعجب به الخليفة قال: أعلقه في الكعبة وألزم الأمة كلها بهذا الكتاب. فقال إمام دار الهجرة الإمام مالك: لا يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول الله انتشروا في الأمصار وعند أهل مكة ما ليس عند أهل الشام، وعند أهل المدينة ما ليس عند أهل العراق، وعند أهل اليمن ما ليس عند أهل مصر، فدع الناس وما اختاروا مما يوافق عصرهم ومصرهم ما داموا لم ينقضوا قولا من كلام الله ولا حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له الخليفة، وكان هذا الكتاب الذي قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: ما على أديم الأرض كتاب أصح من كتاب مالك من الموطأ. قال ذلك قبل أن يظهر الإمام البخاري، لأنه كان متقدما عليه، وجاء الإمام البخاري حاملا أصح كتاب بعد كتاب الله في القرن الثالث الهجري. نعم، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كلهم دونوا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا عنها انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وقدموها لنا نقية صافية، وكتبوها وبمقاييس علمية لا تعرف الدنيا لها مثيلا في تحقيق الأخبار وتوثيقها. من أجل ذلك أردت أن أنبه على أهمية هذه المجالس وأهمية هؤلاء العلماء الذين يطالعونكم بها اليوم، لنفتتح المجلس المبارك بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى يرتلها علينا القارئ الشيخ
أيمن منصور إمام وخطيب مسجد الحمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فليتفضل مشكورا افتتاحا لهذا المجلس قبل أن نبدأ القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل للمؤمنون. صدق الله العظيم. مجلس الحديث اليوم
يتكلم فيه ويقرأ لنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ. ونبدأ بالجزء الذي أقرأه لحضراتكم، باب افتتاح الصلاة، عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وعن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وعن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وعن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. هذه أحاديث وصف فيها الرواة الصفة الحقيقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يطلب منا أن نقتدي به فيها. لكن انظروا، قد يبدو لمن سمع هذه الأحاديث أو لمن قرأها لأول وهلة أن يقول إن الصلاة لها أركان ولها سنن ولها هيئات، من سننها وهيئاتها ما استمعنا رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، التكبير عند الرفع والخفض. هذه أمور وإن كانت من سنن الصلاة وهيئاتها، إلا أن دقة المسلمين الأوائل وحفاظ السنة أن يكتبوها وأن ينقلوا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان فرضاً وما كان نفلاً وما كان هيئةً، بل نقلوا حتى ما كان يقوله وما تكلم به عند دخوله لقضاء الحاجة أو عند قضائه في بيته ما يقضيه، إلى آخر الأمور التي نقلوا فيها حياته كلها، نقلوها برمتها وبكل تفصيلها، بحيث يكون الاقتداء به كاملا صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه لا نبي بعده،
لأن الاقتداء بهذه الأمور البسيطة في نظرنا أو التي هي من هيئات الصلاة وليست من أركانها لها أهميتها في التمسك بهدي سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبه ونقتدي به في كل أمر من الأمور، ولنقل لأولئك الذين شغبوا عليه وعلى سنته وعلى الإسلام وعلى علماء الإسلام وحفاظ السنة: بوءوا بخزيكم فإن الله ناصر دينه ولو كره الكافرون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تكفل الله ببيان القرآن ببيان السنة بحفظها وتدوينها من هؤلاء الأئمة الذين وزنوا كل خبر جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بميزان النقد العلمي النزيه الذي لا تعرف الدنيا له مثيلا. من أجل ذلك فنحن نسعد بهذه المجالس، وأسعد معنا جميع من يتلقى هذه المجالس عبر أي موقع من المواقع. ولنبدأ بعد هذه الطائفة من الأحاديث التي قرأتها على حضراتكم بفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عبارة أستاذ الحديث وعلومه، ليكمل بقية الحديث، ثم بعد ذلك بقية الزملاء الذين ينهون ويتممون هذه القراءة. وفقهم الله ووفق جميع من يسمعنا إلى العمل بما فيها، وليتفضل سيادته. مشكور جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فبعد هذه التقدمة الطيبة من شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، متعه الله بالصحة والعافية ونفع به أينما كان، أشار جزاه الله خيرا عن منزلة الموطأ بين كتب السنة، وهي منزلة لا يعرفها إلا أهلها. وأشار جزاه الله خيرا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا إلينا نقلا أمينا كل ما يتعلق بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قلت في مجلس سابق من هذه المجالس الطيبة المباركة، قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إماما قرابة 23,800 صلاة. ولذلك نقلوا إلينا كل حركة من حركات رسول الله في تلك الصلاة، كيف كان يرفع يديه، وماذا يقول عند الاعتدال من الركوع، وماذا يقول في الركوع، وماذا يقول في السجود. نقلوا إلينا كل هذا نقلا أمينا لا مثيل له لأي نبي سابق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استمعنا إلى ما قرأه علينا فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم، ونكمل ما يتعلق أيضا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نقل إلينا. باب القراءة في المغرب والعشاء. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. سيدنا جبير بن مطعم
أحد الصحابة كان في وقت من الأوقات كافرا، ثم أسر في بدر، وسمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة المغرب وقرأ في صلاة المغرب سورة والطور. يبقى جبير في الوقت ده كان غير مسلم، ولكنه استمع لقراءة رسول الله في صلاته لصلاة المغرب. فحين سمع جبير رسول الله يقرأ قوله تعالى في سورة الطور إن عذاب ربك لواقع، إلى أن وصل رسول الله إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى آخر الآيات، انتبه جبير بن مطعم وهو وقتئذ كافر، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، وفي رواية فكأنما صدع قلبي وقد تسلل نور الإسلام إلى قلبه في تلك اللحظة، فأسلم وروى هذا الحديث بعد إسلامه. وذكر لنا أن الرسول كان يقرأ في صلاة المغرب بسورة والطور إلى آخره. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذه أم الفضل بنت الحارث والدة سيدنا عبد الله بن العباس، سمعت ولدها يقرأ بسورة المرسلات في صلاة المغرب، قالت له يا بني أنت الآن ذكرتني بآخر قراءة سمعتها أذناي من رسول الله. ولذلك في بعض الروايات وهذه الصلاة كانت آخر صلاة صلاها رسول الله حتى قبضه الله، سورة المرسلات في صلاة المغرب. قال وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل. يعني الصنابحي ذهب إلى المدينة وأراد أن يصلي المغرب خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وهي فاتحة الكتاب كما نعلم وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منهم حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا التابعي يحكي لنا كيف كان يقرأ أبو بكر في صلاة المغرب، بيقرأ بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل. قصار المفصل يعني إيه؟ احنا عندنا قصار المفصل بتبدأ من اول سورة والصافات، او تبدأ من اول الجاثية، او تبدأ من اول سورة محمد اللي هو القتال، او تبارك الملك الى اخر سورة الناس. وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سور هذه السور بالبسملة على الرأي المعتمد. قصار المفصل لانه قال من قصار المفصل، قصار المفصل يبدأ من أول لم يكن الذين كفروا، وأوساط المفصل تبدأ من والسماء ذات البروج إلى البينة، هذا تسمى قصار المفصل.
وأوساط احنا دينا السور الطوال كالبقرة وآل عمران إلى آخر إلى سورة الأعراف، ومعروف إن سورة البقرة من أطول سور القرآن، تليها في الطول سورة الأعراف، لأن آيات البقرة 286 آية، وسورة الأعراف 205، وما بينهما أقل من ذلك بكثير. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، ما دام بيصلي لوحده، في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. يعني ما في مشكلة لو أن الإمام قرأ سورة الفلق وسورة الناس كما سمعنا الآن. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون في الركعة الأولى، وكان هذا في سفر، صلى رسول الله العشاء في السفر فقرأ فيها بالتين والزيتون. باب العمل في القراءة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، نهى عن لبس القسي، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. فنحن منهيون أن نقرأ شيئا من القرآن في الركوع، وفي رواية أيضا وفي السجود. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أكثروا من قولك سبحان الله العظيم، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون، كنا في رمضان، خرج على الناس وهم يصلون، ودي صلاة نافلة، وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يعني ما تشوشوش على بعض في القراءة. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. هذا الحديث في روايات كثيرة جدا، منها فكان لا يقرأ، منها فكان لا يجهر، منها فكان يقرأ، منها فكان يجهر. ولذلك اختلف الفقهاء حول قراءة البسملة في أول الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط، بلاط اسم مكان، وده كان صوت عمر قوي جهير يسمعه من بعد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. ودي مسألة موجودة في الفقه، احنا عندنا روايتين: فما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فأتموا. فكان رأي ابن عمر انه بعد ما يخلص الصلاة، وكان مسبوق انه يقضي ما فاته ويجهر. قال:
وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. هذا إشارة إلى أن الإمام يحتاج إلى فتح أو إلى رد فلا مانع. وقد فتح أو تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية وهو يصلي، فلما انصرف قال: أين أبي؟ يعني أين كان أبي؟ كان يفتح عليه ويبين له القراءة. وفتح نافع على ابن عمر في صلاة المغرب. أظن كده عندي إلى هنا نكتفي بهذا التعليق. والكلمة الآن لفضيلة أخينا الدكتور أحمد رزق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، جزى الله أساتذتنا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وجعل الله تبارك وتعالى هذه الخطوات في ميزان حسناتكم جميعا، فأنتم أهل الكرم. ففي مسند أحمد وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. فقيل: من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: هم أهل الذكر في المساجد، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منه. واستكمالا للقراءة، باب القراءة في الصبح. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. العلماء قالوا بأن هذا الحديث في سنده انقطاع بين عروة ابن الزبير وبين أبي بكر الصديق، لأن عروة ابن الزبير رضي الله عنه ولد في مستهل خلافة عثمان رضي الله عنه، وبالتالي لم يدرك أبا بكر الصديق. لكن هذا الحديث ورد من طرق أخرى موصولة عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذن لقد كان يقوم. من الذي قال؟ قال عروة: لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، يعني كان يقوم يبتدئ الصلاة حين يطلع الايه؟ حين يطلع الفجر. قال: أجل. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف، يعني ما حفظت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. طبعا الملاحظ أن الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يطولون الصلاة أو يطولون القراءة في صلاة الصبح. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ لعلمهم بأن الذين يأتمون بهم كانوا يرضون بذلك. لكن في الحقيقة أن من صلى بالناس فليخفف، لأن منهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة، يعني كان يقرأ في صلاة الصبح بإيه؟ بسور المفصل، يعني الفاتحة الفاتحة ومعها سورة من سور الإيه؟ من سور المفصل. باب ما جاء في أم القرآن. طبعا المقصود بأم القرآن سورة الفاتحة. لماذا سميت بأم القرآن؟ لأنها في مقدمة القرآن، أو لأنها يعني يقرأ بها في كل صلاة. أم القرآن يعني في مقدمة القرآن، وكأنها تأم القرآن أو أصل القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريظ أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لأرجو ألا تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. هذه كلها يعني من فضائل سورة الفاتحة، لأن فيها الثناء على الله تبارك وتعالى، فيها تمجيد الله جل وعلا، فيها الدعاء بالهدى، فيها مفاتيح كل خير، لذلك سميت بأم الإيه؟ بأم القرآن. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام، يعني الذي يصلي ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاته. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام ابن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تام. خداج يعني ناقصة. أخدجت الناقة إذا ولدت ولدها ناقصة، فالصلاة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن ناقصة. قررها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد على نقصان هذه الصلاة. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. قيل يعني اقرأ بها في نفسك يعني تدبرها أو اقرأها بلسانك خلف الإمام. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة. قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. سميت الفاتحة بالصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين
يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، يعني المأموم يقرأ إذا لم يقرأ الإمام في الصلاة الإيه؟ السرية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير ابن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب إلي مما سمعت إلي في ذلك. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويطرق القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ يعني هل كان هناك أحد يقرأ؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القراءة، يعني أجاذب القراءة. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأترك المجال لأخي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فليتفضل. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب العمل في الجلوس في الصلاة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة. والحصباء هي صغار الحصى أو الحصى الصغير. فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، يعني السبابة، هكذا كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. ومما يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن الحركة أو العبث اليسير في الصلاة لا يؤدي إلى بطلانها. الحركة اليسيرة أثناء الصلاة لا تؤدي إلى بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يأمر هذا الرجل الذي عبث بصغار الحصى، لم يأمره بإعادة الصلاة مرة ثانية. إذن فالحركة الكثيرة في الصلاة التي تخرج عن هيئة الصلاة، الحركة الكثيرة التي تخرج عن هيئة الصلاة هي التي تؤدي إلى بطلانها. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع في الركعة الرابعة تربع، بمعنى أنه خالف بين رجليه، تربع بمعنى أنه خالف بين رجليه، فوضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى، ووضع رجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، كما ذكر الإمام أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله. أو أنه جلس بإليته أعزكم الله على الأرض، وأخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى. هذه صفة التربع في هذين الضربين. فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإني أشتكي، بمعنى أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان قد أصيب في رجليه يوم خيبر، فكان يجلس هذه الجلسة أثناء الصلاة. قال: فإني أشتكي.
قال الراوي: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، أيضا بسبب هذه الإصابة في رجليه رضي الله عنه وأرضاه كان يجلس بين السجدتين جلوسا مرتفعا إلى أعلى، لأن هذه الهيئة تيسر عليه السجود مرة ثانية. فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، ليست سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس. قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأخير: باب التشهد في الصلاة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له. فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. وعن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت: التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. وعن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعًا مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة. عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة. السؤال: أيتشهد معه في الركعتين والأربع؟ وإن كان ذلك له وتراً فقال ليتشهد معه. قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: وهو الأمر عندنا هذا. وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم وشكر الله لجميع الحاضرين، وندعو الله أن يتقبل منا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا.